واصل مع بعضنا في التمرين الثالث اللي باش يكون على 4 نقاط. خدمت معاك من الجزء اللي فات، الرابط في صندوق الوصف. عنا A B C D، هو مستطيل حيث X هو عدد صحيح طبيعي. يعني كيف من هكاية، عنا A B C D هو مستطيل حيث X هو عدد صحيح طبيعي. بي A B C D دي ما نقرأ هكا على شكل مثلا على ما أظن عقارب الساعة، وإلا على شكل دائرة. A B C D هذا مستطيل عندي لهنا كي حيث اكس هو عدد صحيح طبيعي. دي اكس عدد صحيح طبيعي وده عدد صحيح طبيعي. بي سي هي تساوي اكس مع واحد، البي سي هي اكس مع واحد ديجا وكحطها لك، و ا بي هي 2 اكس معها 3. واضح؟ احسب ال محيطه بدلالة اكس. باش نحسبو ال اللي هو المحيط بدلالة إكس. شنو معناتها بدلالة؟ يعني باستعمال. والعبارة هذه تعرضنا لها برشا مرات، خاصة في تمارين الكتاب المدرسي. بأول حاجة يلزمني هو طلب مني المحيط، ناخذ قاعدة المحيط. محيط المستطيل هي طول مع عرض مضربة في 2. المحيط اللي هو A لاني مازلت نطلعه ديما. كيف نبدأ نخدم؟ أول حاجة نحط ديما قاعدة المحيط. المحيط هو يساوي طول مع عرض ضرب 2. به المحيط اللي هنا عندي الطول اللي هنا، الطول اللي هو 2 اكس مع 3. مع العرض اللي هو اكس مع 1. به ثم شنو باش نعملو؟ باش نضربوهم في 2 ضرب 2. نجي اول حاجة نجمع. اوكي عندي 3 اكس، 2 اكس مع اكس مع 1 اكس، معناها كابتن اكس مع اكس كابا اكس. 3 مع 1 يجيني 4. هكايا تكون انت عملت طول مع عرض. توا شنو باش تعمل؟ تضربهم في 2. تضربهم في 2، عندك 3 اكس باش تضربهم في 2، معناها 3 اكس مع 4 باش تضربهم في 2. 3 اكس في 2 صح، 3 اكس في 2 هي تساوي 6 اكس. و 4 انت هنا، و 4 اكس في 2 عفوا 4 في 2 اللي هي باش تجيك 8. شنو عملت هنا؟ قمت بالنشر. باهي 6 اكس مع 8 لهنا. تو نتعدل السؤال الثاني. اوجد اكس اذا علمت ان محيطه اللي هو ال 38. لكن تعرف لي المحيط بتاعه 38؟ ال هي 38. الاكس قد ايه باش تكون حسب رايك؟ ب يعني 6 اكس مع 8 هي تساوي 38. بين لهنا 38. بأول حاجة باش نقوم بها إني باش نبدأ نوخر. بين لهنا عندي 6 إكس مع 8 هي 38 كيما حسبناه. أنا نحب نعرف ليكس هاكي قداش القيمة متاعها، قداش هي ليكس؟ شنو نعمل؟ أول حاجة نجي للثمانية باش نوخرها لهنايا. عندي جمع باش تولي لي طرح، هذي تسهل عليكم الماترة. باش تولي لك طرح يعني 38 إلا 8. ب عندي 6 اكس، 6 اكس لهنا ضرب، دونك نحولها منها باش تولي لي قسمه، يعني باش تولي لي على 6. يعني 38 الا 8 اللي هي باش تجيك 30، باش تقسمها على 6. 30 على 6 اللي هي باش تجيك 5. مال الاكس هي 5، الاكس هي 5. نكتبها تراها بالمنظم. ب ال هي تساوي قداش عطينا احنا فيها ال ب
هي 38. دونك باش تعمل، باش تعمل 38. دونك هنايا عندي ال هي 38، نعمل 38. ما تكتبلوش انت هذاك الكل وحدك، تكتبو في دوبل في على 6 وتعمل له 5. دونك تعمل له اذا والا اكس هي تساوي 5. ب سؤال من بعد، احسب اس مساحته، يعني باش تحسب المساحه نتاعو. اعطيني قاعده المساحه نتاع المستطيل، معلومات الابتدائي هذه مساحه المستطيل اللي هي اللي نعرفوني كل طول في عرض، من غير ما نكتبها. طول في عرض ب الاس باش تحسب المساحه، طول في عرض باش تحسبها. اول حاجه تكتب اس، اس هي تساوي ديش المساحة هي طول في العرض. الطول احنا قلنا راهو 13، والعرض لا ب او كطول هنايا وين الطول 13 والعرض 6، هذا عرض وهذايا طول. ثلاثاش ضرب 6 ب، الا تكتبها له بالتفصيل الممل تو نوريكم كيفاش. يعني هي تساوي 78 سنتيمتر مربع ب، وتنجم زاد تكتب له اس هي تساوي بالتفصيل الممل تعمل له 2 في 5 مع 3، يعني انت عوضت لهنا ضرب 5 مع 1 وتعمل له هي تساوي 13 في 6 هي تساوي 78 سنتيمتر مربع. كيفاش حسبتها لهناكيا؟ ما هي 2 اكس مع 3 ولا، ونحنا قلنا راهي الاكس هذه راهي 5 ولا، يعني 2 ضرب 5 مع 3 هاي نفسها ولا. هنايا ما قال لك اكس مع 1 ولا، عوضت الاكس 5 مع 1 هاوي، هاو ضربتهم في بعضهم، هذايا طول وهذايا عرض. أعطتني المساحة اللي هي اس 78 سنتيمتر مربع، بالطبيعة على خاطر هي مساحة.